الداخل كانت مع الكراسة، وانا نسمع شي حاجة تكلمت على برا شي دقة صحيحة. شوية بل لي الضو جاي قاصدني، الضو ديال الكاميو جاي قاصدني. ساعة باش بل لي الضو من الباش لداخل، سمعت عاوتاني الضربة الثانية، شوية الضربة الثالثة، ثلاثة ديال الدقات مجادي. خرجت الخيل لقى الكاميو مصطالي قدام في الجردة. مشيت للكابين قال نشوف واش ياك ما وقع شي حاجه، ما لقيت الكابين خاويه، شي بور ما كاينش. شويه الناس كانوا جايين تابعينو، تابعين مالي الطوموبيلات الاخرى، لاقات شي طوموبيلات في الطريق جايين تابعينو كيجريو. فين هو السيد ما لقيناش. شويه جاو مالي رجال الامن كيسولوا ما لقاوش. واحد القسمين المكانه ولا ربع ساعه، شويه هو عاد سلم راسو للبوليس. ديك الساعات داروا مع الاجراءات والكاميو راه باقي واقف. ما كان حتى واحد، كنا سدينا ديك الساعات، ما كنسدو مع العشره، والحادثه تقريبا وقعت مع 11 لا روب ولا 10 ونص. الشارع راه جوج ديال النخلات كبارين وبوطو ديال الضو، والهبطه قداش ديال ما بين جوج طرقان ديال لوتوروت، بحال لوتوروتين. الي روتور راه التروطوار الاول والثاني والثالث والرابع. ايوا اللي عطلاو السوق هو هذا. هذه هويده ديالو ياك؟ ديالو اه. الباب راه بقات لهيف، راه بقات تيرا لهيف، بنو هنا الكاميو في جهه كله. النخلايا في الطريق قاطعه الطريق، اللي عطلاو هو هذا.